السلام عليكم، يعطيكم العافية والسلام للجميع. في سؤال كتير انسألته من أصحاب وأصدقاء ومتابعين، وبدي أحكي أهلي على هذه القناة، عن أديش صرت أخذ مبالغ. طبعا هذا يمكن سؤال عادي، لكن أنا ما توقعت أني أبدأ أسأله. عندي الآن على القناة حوالي 10,000 سبسكرايبر أو متابع، والحمد لله رب العالمين. قناتنا مش قناة هشتك فشتك، قناة هادفة هدفها نشر معلومة للناس اللي بدي يجوا على كندا، كيف المعيشة وكيف الحياة. طبعا كلها من وجهة نظر شخصية، وأتمنى أنه من الجميع أنه يفهموا أنه بتحتاج هذه المعلومات إلى دراسة، تحضير، مونتاج. قد يكون المونتاج ليس بالأفضل على القنوات، لكنه يعني قدر المستطاع، لأنه أنا شخص عندي عائلتي وناسي. طبعا ما كنت حاب أخوض في هذا السؤال اللي هو كان بطلع من الجوجل أو من اليوتيوب، لأنه المبلغ لسه مش كبير، وفعليا أنا صرفت على القناة أكثر من ما دخلي لحد الآن حوالي 380 دولار. يس، 380 دولار يا جماعة. لكن أنا زي ما حكيت يمكن في أول القناة، وحكيت دائما إنه هذه القناة كانت صدقة جارية لوالدي. فأتمنى من كل من بحضر هذا الفيديو إنه يدعو لهم بالوالدتي بالصحة والعافية، لأنها لسه عايشة، الله يحفظ لنا إياها، والدي بالرحمة والمغفرة. هم اللي علموني التطوع، حب الناس، مساعدة الآخرين، الاستفادة من الآخرين، أنه أتعلم من أغلاطي وأغلاط الآخرين، كيف أساعد الآخرين. والدي الله يرحمه كان يروح من مدينة لمدينة، كان عايش في المملكة العربية السعودية، يروح من مدينة لمدينة، من الرياض للدمام أو لجدة سواق، عشان يساعد شخص صديق له في شيء معين. وهذا اللي أنا بحكيه، أنه تعليم الأطفال لازم يكون بالأكشن، نط بالكلمات بس بالأفعال. الأفعال فعلاً بتثبت في الأطفال، ولكن الكلمات بتضيع. يعني تضلك يحكي مع ابنك يمكن 10 ساعات، بتضل في عقله كلمة كلمتين، خاصة الأيام هاي الأطفال أصلا مش مركزين معنا. فالأكشن هو اللي بيبقى مع الأطفال. فالله يرحم والدي، والله يخلي لي والدتي ويحفظ لي إياها ويشفيها من كل الأمراض والعلل. الموضوع إنه شو بدي أسوي في هاي المصاري. طبعا أنا زي ما حكيت إنه المبالغ هاي كلها راح تكون عن روحهم، لن أستثمرها في القناة. لا، القناة هاي ستكون فقط عن روحهم إن شاء الله، أي شيء بيدخلها سواء 1,000,000 أو 10,000 أو 380 دولار، كلها راح تستثمر في أعمال خيرية. أول مشروع راح نبدأ فيه إن شاء الله راح يكون في شهر مارس، راح نسوي مشروع لمرضى السرطان في كندا. راح نقوم بهذا المشروع مع مجموعة من المتطوعين والأصدقاء. طبعا كتير بيسألونا ناس كيف أنتوا بتعيشوا في كندا بدون أهل وأقارب ولاد عم. يس، إحنا بنعيش بدون أهل وأقارب ولاد عم، معظمنا مش كنا، في ناس عندهم أقارب ولاد عم لكن وأخوة، لكن إحنا هنا والحمد لله لنا أصدقاء ونعتبرهم عز من الأخوة، أصدقاء فعلا نعتمد عليهم. وأنا بحيي من هذا المنبر كل أصدقاء، هم بيعرفوا نفسهم واحد واحد، بيش أذكرهم لأنهم كتار. لي أخوة من الأردن، فلسطين، سوريا، العراق، الهند، باكستان، إندونيسيا، ماليزيا، سنغافورة، الصين. لي أخوة وأصدقاء من الجزائر، المغرب، ليبيا، تونس، مصر. لي أصدقاء من السودان، وأهل أنا بعتبرهم مش بس أصدقاء. لي أصدقاء من بريطانيا، من فرنسا، من بلجيكا، وهو بعرف حاله الآن I think he doesn't understand but Belgium is in my heart too man. لي أصدقاء من 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 تركيا. خليني أتذكر يعني بس الدول اللي أصدقائي منها، لأنهم كثار الحمد لله. المهم حكي لكم على المشروع الآن. المشروع هو عبارة عن multicultural show، يعني رح يكون برنامج متكامل، عدة جنسيات رح يجوا يعملوا عروض ثقافية مع بعض في حوالي 15 دولة رح تكون. الهدف منه هو رح يكون مجاني الدخول. الهدف منه هو جمع بعض التبرعات، منها اللي رح ندفعها احنا، جمع بعض التبرعات
من أجل تغيير لون غرفة مرضى السرطان. مرضى السرطان زي ما أنتم بتعرفوا بكون عندهم النفسية هي أصعب شيء أنك تعالجها، لأنه علاج الجسد الأطباء موجودين وبيشتغلوا عليها، اللي هي سواء بالجراحة أو بالكيمو أو بالراديو ثيرابي أو بالجين ثيرابي whatever الثيرابي اللي بيشتغلوا عليها، وهذا في قسم وأطباء بيشتغلوا على الموضوع، لكن الحالة النفسية هي مهمة جدا في مرضى السرطان. كثير مرضى السرطان تهزمهم الحالة النفسية قبل ما تهزمهم الكانسر سيلز نفسها. فعشان هيك بدنا نحاول إنه نعطيهم دفعة للأمام، قد تكون هذه الدفعة بسيطة لكنها مهمة جدا. حنعمل لهم تغيير للون أي غرفة في المنزل أو في المستشفى باللون اللي هم بيختاروه، إذا بيختار أزرق أحمر أخضر أصفر هو بيختار اللون. بنيجي إحنا مجموعة من الفولنتيرز المتطوعين وراح ندهن له هاي الغرفة، وفي النهاية إن شاء الله راح نكتب له كلمة هوب أو أمل على الحائط. حنحاول إنه نخلص كل 100 غرفة إن شاء الله في هذا البروجكت. فالبروجكت كبير، إن شاء الله رب العالمين ينجح. بدنا دعواتكم وبدنا دعمكم أيضا لهذه القناة، لأنه زي ما حكيت أي شيء بيطلع في المستقبل إن شاء الله راح يروح لمشاريع خيرية. اللي بيقدر ينشر هاي القناة يقدر يعمل سبسكرايب بكون كويس. قناتي بشكل عام فيها 4 ستريمز أو 4 محاور. المحور الأول اللي هو كندا والمعيشة في كندا بشكل عام. المحور الثاني وهو السفر والتنقل، أنا بحب السفر، أحيانا بحب أشارككم بعض الشغلات العجائب اللي بشوفها في السفر. المحور الثالث يعني أنا بحب الطبخ بس للأسف أنا مش مركز عليه كتير، شغلات يمكن غريبة هيك حنحطها إذا بنقدر. والمحور الرابع اللي هو التربية، تربية الأطفال في كندا وخارج كندا أو في الغربة، حتى في خارج الغربة، لأنه الأطفال الآن التربية تبعتهم مش سهلة، وتربية الأطفال أصبحت تشالنج زي ما بيحكوا أو تحدي بالنسبة للأباء، خاصة مع عصر التكنولوجيا والتطور هنا صاروا يعرفوا أكثر منا يا جماعة. هذا يعني جواب للسؤال اللي سألوا لي الأصدقاء، معلش طولت عليكم بس حبيت أشارككم من القلب اليوم صباحا. الجو رائع جميل، فريش، بتشعر الجو نقي، فحبيت أنقي صدري وأعطيكم بسمة حب وأمل وتفاؤل في صباح إن شاء الله يكون عندنا وعندكم كله حب وأمل وتفاؤل. لا تنسوا تدعمونا في هذه القناة، لأنه قد تكون هاي برضه صدقة جارية لك، ومشكورين جميعا على دعمكم اللي وقفوا معي دعموني بصدق. كلمة الله يعطيك العافية كانت تكفيني، والحمد لله رب العالمين كتير ناس استفادوا من المعلومات الموجودة في القناة، في ناس ما استفادوا بيعرفوا أكتر يمكن، وفوق كل عالم عليم. الله يفيدنا فيما علمنا ويزيدنا علما إن شاء الله، ويعطيكم ألف ألف عافية. السلام عليكم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس.